الخبر ده من احلى الاخبار اللي انا هنزلها على الفيسبوك دلوقتي. 5 سنين سجن لشاب بتهمه ابتزاز فتاه اونلاين في الشرقيه. حلوه قوي الاخبار دي ان هي تنتشر وان الناس تفهم ان لو حد بيبتز حد بصور او بمحادثات او باخبار هو هيتجاب. لو انت مش خايف من ربنا وان ده مش حاجه اخلاقيه ومش شرف، خاف من القانون يا حبيبي، لان انت هتتجاب. ابتزش واحده كانت في يوم من الايام مامنه لك. شكرا. هنعمل مصوكة باللبان الدكر بنعوض عن الدكر اللي راح منك. عارف انا الافيهات بتاعتكم ايه؟ اللبان الدكر طلع اذكر من جاف. كوباية ماء سخنة موحوحة. انا مريض وصوتي رايح بس انا مش قادر اسيبكم. يقول هنكب ب5 جنيه لبان دكر، نصفيه كده، نضع معلقتين نشا. كبدي يلا النشا يلا كبدي. انزل على النار 10 دقايق. هنلقط اللبان الدكر على وشنا كده. ونسيب اللبان الدكر على وشنا 20 دقيقة. وحش قوي. وقتي الندم. اندم يلا على اللي عملته. بايسة حمدان طلعت. إليسا طلعت بس ده جورج وصوف. جاهز يا ابن قلبي للعمارية. وان تو سي. بس يا لهوي قول لك يا عم فادي يا فادي فيري جود. خلص انا عميد ما تخيبش زازا من زازا ابريس قالب لك على انا ابريس. فالتورة ده شكلك يدي الايه يعني مصري؟ كنت عارف ان انا اطلع برضو مصري يا عم. وراكي معبت خدي. يا ربي عفوك للعاصين متسع وبحر جودك مورود لكل ضمير. يا اقبل متابي اقبل متابي واغفر ما جنته يدي واستر. صاحبي اعطيك التليفون بسرعه. التليفون بسرعه. الو يا غالي. يا عم علي النعمه انت اللي غالي. البت بتاعتك عليها حسنه بظهرها. شايف اللي في رجلك ولا الحسنه اللي في رجلك؟ شايف اللي في رجلها صاحبي؟ ما تفرجش على باقي الصور يا صاحبي. شفت اللي في كتفها؟ بقول لك يا صاحبي الموبايل اللي في ايدك ده مش هتعرف تبيعه. انا هقفله حالا. لا ما انا هفككه وابيعه. سلم لي على الغاليه بعت لها دي. احنا هنجيب 2 ما تخافش. شيبس جديد. دي نكهة الكنتاكي ودي نكهة الكنتاكي برضو بس زنجر. ندوق أول نكهة. بسم الله. هو كنتاكي. سايبين دبوس ولا حاجة هنا. فيري جود. نجرب الزنجر. بسم الله. شيبس عادي. لا 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 أنا دافع 7 بلبل. لا طلق نكهة الزنجر حلو. مش عايز أفسر. كتير حط لك نكهة الزنجر. قولي اللي انت قلتيه ده. قولي. لا لما تقفل البتاع. لا مش هقفل. قولي بس اجيب لك بيبس. اجيب لك بيبس والله واجيب لك جيلاتي. بس اقفل البتاع ده. لا اجيب لك ايس كريم. امي ست الحبايب البلا عروسه 155 سنتي. مفيش مشاكل في الطول، المشكله في تبرير الطول. البنت هتبقى جايه لي يا عيني هنا. قلت لي ايه بقى؟ هتطول بعد الجواز. ايه اللي هيعمل؟ ازاي هتطول بعد الجواز؟ مفيش حد بيطول بعد الجواز. هاخدها معاك الجيم كده لعبها عقله كده و وهتطول كده وتتفرق. يا واد لقطه يا واد. والنبي انت اللي لقطه. انت بتقول لي يا ماما. قالت لك يا ماما. كل الدعم كله 151 سم في الدنيا. بس التبرير بتاع امي هو اللي لطيف او طيب. انت اللي لطيفه ما ينفعش. يا دي لقطه يا واد. انت مش وش نعمه اصلا. شكرا ثانك يو.
كيوي. كيوي. ايش سويت؟ كيوي. لايم. ليمون. اويره. هاني. هاني. ايس. تلقى. كوفي. كوفي. ريبس. نعناع. استراد. قلبين الشوكولاتة ياد زمن الوظيف ده انتهى. غيرها بكده تنزل الشارع وتقلع اللباس وتجري وعادي صورك هتتشير والله. اوعى تعمل كده يا حسام. شكلك يا وحش. كسر كده الشوكولاتة البر الخام. ونصيحتي اليوم، البت الوحيدة اللي سابت الغني ومسكت في الفقير كانت روز في فيلم تايتانيك في شاك، ومن كتر الكذب السفينة غرقت. عادي عادي، اتجوزي سارة عربي عادي. ندخله بالميكرويف دقيقة. وادي ازازة الكولا. اسمع الفيس. ايوه. ونكب الشوكولاته بتاعتنا. وهو 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 غرق يا ابن قلبي كده، غرق غرق. ونسيبها ساعه في الفريزر. حاول بقى نقطعها بالقطر يا اخوانا. التجربه نجحت. بس هتعمل ازاي؟ نضع الشيكو بومبوم ونغطيها. بسم الله. لقطه عسل. تجربه فارغه. اللعبة دي محدش بيعرف يعدي فيها التلاتة. اعرف مكان القلب. بص ادي واحد. الحمد لله يا ابن الذكاء. دايما ادي اتنين اهو. يا لهوي اهو. ادي التالت. ايه ايه ده؟ هو كان هنا. استنى استنى راح فين يخت. يلا قول يلا فين يلا. اتوقع هو ده. ده اهو. خبي خبي خبي. انا قلت ان انت غبي. يلا بالزبال يلا. واجه نفسك بالحقيقة يا متخلف. مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دم على راحتي معاكي وكأنك امي. ده انا اللي امك يا ولا. يما انا بكلم عبد ربا حظ. هنعمل تجربة يا امي النهاردة هتفرح بيها قوي من غير فلوس. برافو عليك. هي دي التجارب الحلوة. جيبي شوية مية عليها لون طعام وشمعتنا. انت الشمعة مراقة زي. بس فاضيه هي امي. اوعى تنفجر يا ولا. لا مش هتنفجر. يا ولا طبط على طول. برافو. ماشي حاجه يا امي. بتقبل لك. بص بص السمع بترفع ازاي. شايفه يا امي؟ شايفه التجارب دي يا امي. عايزه واحد متعلم زي زكي. زي فاكر زمان يا امي لما كنت بتقولي لي يا زكي. زكي راحت. زكي جه. ما انت طلع عمرك زكي. امي لك اروق شاي في الدنيا. روقان. ربنا يستر. نضع الكنكه الازاز. يا رب ما تنفجر. انزل بالميه الساقعه. ده شاي كلارك حاجه كده مع مش فاهمينها. خمس ست حبات قرنفل. بيخلوا ازاي؟ لا بيبتوا ده. وننزل بعود القرفه. اربع حبهان. والمفاجاه اربع حبايات فلفل اسود. تعرفش ازاي قالوا كده؟ هل اعتزلت ما يؤذيك ولا مستني يؤذيك اكتر؟ معلقة شاي. اوعى نشامم ريحة. يا لهوي سيبهم بقى يغلوا في بعض كده ويفرقعوا لفوق. نصفي كده بقى يا ابن قلبي. صفي وادي دور المامي. وفي المضرب اضرب لك شوية لبن كده. كب شوية اللبن بقى عليه كده. لا بس ندوب ونقول بسم الله. يا لهوي انا بصرف على دماغي فلوس وهي ما تسويش. انا هو ده الكلام. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده يا ابن قلبي؟ كل المنشنات دي يا ابن قلبي. ايه ده ايه ده؟ جمبري ده ولا ايه؟ انا احب الجمبري. احب الجمبري. ايه ده؟ دي ما سالش. ما لناش دعوه ما لناش دعوه. استنى كده انا اكلم لك امي. هي ديتها كيلو جمبري. انا امي ثواني. امي تحبني ياض ما تقلقش. موضوع في سيطره الكلام دلوقتي والله. ايوه امي انا جو ابنك. عارفاني؟ ايوه يا حبيبي. ايوه جو. ايوه امي عايزينك تجهزي لنا كده الاولاد ما تشيلوني الفيديو. هتجهزي لنا كده بتاع كيلو جمبري وحبشتكيه. بقول لك ايه؟ لا 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 ولا جمبري ولا غيره.
احنا ما صدقنا خلصنا من اللبنانيه. ايوه لا 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 اقفل 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 يلا. ايه يا امي في ايه يا امي؟ ايه ده دي قفلت في وشي بجد. عاجبك كده هذا شكد؟ جيب لنا تحذير ليه يا انت شكد؟ الاولاد على الانستجرام ايه اول سؤال بتساله في المقابله؟ انت فرشن ولا الماني؟ الماني ده اللي هو بسكليتة يا ولاد اللذينة. هتعرق؟ اه انت من تونس. اصل هتعرق دي غلط عندنا. اهم حاجه بس على ليها طوله. طيب كله الا الشرف بس انا اول سؤال جوزك عارف انك نازله معايا ولا لا؟ اول حاجه قلتها لها انا في خدي بتتدفى وبحب البس كلسون ورحت رافع الجلابيه وموريها ايه الكلسون. قلت له بتعرف تطمن؟ قال لي اه فارتحت له فاتجوزته بس كده.